بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندنا مراجعة على الأمراض الدموية. المراجعة رح تكون سريعة، بتمنى تكون درستوا قبل هي المراجعة بحيث تستفيدوا منها بشكل جيد. أول شيء بالمراجعات هي موضوع فقر الدم. لما نقارن فقر الدم دائما بنشوف حجم الكرية الوسطي كأول خطوة بعد ما نشخص فقر الدم، اللي هو تحت الخضاب تحت 13 أو تحت 12 عند النساء. الـ MCV هي الطبيعي بين 80 ل 100. إذا كانت الـ MCV أقل من 80 فنسميه فقر دم صغير الخلايا. التشخيص التفريقي له هو عوز الحديد، التلاسيميا، فقر الدم الأرومي الحديدي، وفقر الدم بالأمراض المزمنة. الله، عوز الحديد أول ما نشك بعوز حديد عند النساء بيكون سبب الدورة الطمسية الغزيرة. عند الكبار بالعمر بنشك فورا بالنزف الهضمي ولازم نطلب دم خفي ببراز أو حتى نطلب تنظير كولونات لما بيكون المريض عنا عمره فوق 50 سنة. هيدا كتير مهمة، هي فكرة بالنسبة لعوز الحديد عند لما بنكتشفه. بالنسبة للتلاسيميا بيكونوا المرضى صغار بالعمر عادة، وبتعرفوا إنه التلاسيميا هي من أنواع فقر الدم الانحلالي. فقر الدم الأرومي الحديدي عادة سببه بيكون عوز B6. ممكن بعض الأدوية مثل الكلورامفينيكول تسببه، ممكن اللي بتناولوا الكحول بشكل كبير، وعلاجه هو بعلاج الفيتامين B6. فقر الدم الأمراض المزمنة ممكن نشوفه بكتير أمراض مزمنة مثل قصور القلب، مثل أمراض المفاصل. كل شيء مرض مزمن ممكن يترافق مع فقر دم. لما من نشوف الـ MCV فوق 100 بنفكر بفقر دم كبير الخلايا، وعلى رأس هاي الأسباب هن عوز حمض الفوليك وعوز B12، ولا ننسى دائما فقر الدم الوبيل اللي بينجم عن عوز B12. عادة عوز B12 إما مناعي سميه فقر الدم الوبيل، أو غذائي عند النباتيين خاصة. عوز حمض الفوليك ممكن نشوفه بعدة أسباب مثل الحوامل، مثلا يصير في عنده نقص في حمض الفوليك. ممكن نشوفه بعوز غذائي أحيانا، والمهم أنه ممكن نشوفه ببعض استخدام بعض الأدوية مثل ما نكون شايفين الميتوتريكسات من الأدوية اللي بتعمل فقر الدم كبير الخلايا بتعملنا عوز بحمض الفوليك. البي بي آي يعني مضادات مضخة البروتون مثل الأمبرازول مثلا، والميتفورمين بيعملون عوز B12 لكن بالاستخدام المديد، يعني باستخدام المديد لفترات طويلة ممكن لسنوات. هلأ بالكحولية كمان بنشوف الكريات كبيرة الحجم، بانحلال الدموي الحاد أيضا بنشوف كريات كبيرة الحجم. الـ MDS هي أسر تصنع نقي أيضا بنشوف هي كريات كبيرة الحجم، وبمرض غدي هو قصور الدرق. مهم كتير نعرف التشخيص التفريقي بكل نوع من أنواع فقر الدم لما منقارب أي فقر. هلأ لما يكون الـ MCV طبيعية مباشرة بنلجأ لفحص الشبكيات، يعني لا عندنا لا صغير خلايا ولا كبير خلايا، إذا حجم الخلايا طبيعي. فإذا كانت الشبكيات مرتفعة فنحن أمام انحلال دموي. أمام إيش؟ انحلال دموي. بهدول المرضين بيكون الشبكيات عادة منخفضات إلا بالانحلال طبعا. لما بنكون الشبكيات منخفضة بنفكر بفقر الدم لا تنسجي بلاستيك أنيميا، راح نحكي عنه بعد شوي، أو نشوفها بقصور كلية المزمن. الله، لما نصنف انحلال دموي إذا بس شفنا شبكيات مرتفعة شباب مباشرة بنروح على الانحلال الدموي. انحلال دموي له تصنيفين، انحلال خارج الأوعية وانحلال داخل الأوعية. هذا كتير مهم، أي التصنيفين خارج الأوعية داخل الأوعية، خارج الأوعية داخل الأوعية. خارج الأوعية هن الأمراض الوراثية مثل تكون الكريات الوراثي، تلاسيميا، فقر الدم المنجلي، عوز G6PD هذا بينتقل بصفة وراثية إيش مرتبطة بالجنس. وفقر الدم المناعي الذاتي فيه له نوعين، فقر الدم المناعي الذاتي له نوعين، إما بالأضداد الحارة وإما بالأضداد الباردة. شايفين؟ الأضداد الحارة هي خارج الأوعية مثل الذئبة الحمامية الـ CLL والإيدز. الأضداد الباردة تساوي انحلال داخل الأوعية مثل اللمفومات والمايكوبلازما. كثير احيانا
ذات رئة بالمايكوبلازما شفنا فيها فقر دم انحلالي مناعي ذاتي. احتلال الأوعية الدقيقة كثير مهم، هذا بتنحل الكريات الحمر داخل الأوعية، تصير اسمها كريات منشقة يعني كريات ممزقة شيستوسايتس. بعت لكم أيضا بطاقة الدم، بنشوفها بكثير أمراض ETBHUS DIC تنازر هلب نوبة صلابة الجلد، اللي عندهم صمامات صناعية أو عندهم تضيق صمام أبهري خاصة الشديد، بالملاريا والبيلة الخضابية الانتيابية الليلية. هاي البيلة الخضابية الانتيابية الليلية كلمتين عنها، هي مرض بيعمل فقر دم شامل مع خسارات، مع خسارات، وبصير المريض لون بولو بالليل، بيتغير لون بولو، بفيق الصبح لونه بولو أحمر، بعدين بيصير لون بولو طبيعي. أهم شغلة فيها هي الخثار، بيصير في عنا خثار بأماكن غير نموذجية. هاي بالنسبة للبيئة الخضابية الانتيابية الليلية. بالنسبة لهدول الأمراض رح نحكي عنهم بعد شوي. ليش منفرق خارج الأوعية وداخل الأوعية؟ الانحلالات خارج الأوعية يمكن ما تكون شايفينها كلها بتعمل ضخامات طحالية إذا نظرتوا عليها، أما الانحلال داخل الأوعية فهدول كلاتهم أمراض حادة ما بتعمل ضخامة طحالية عدا الملاريا طبعا. أسباب ضخامة الطحال لازم نحطها بذهننا، أنه بفقر الدم بعواز حديد، بفقر الدم كبير الكريات، تصير عندنا ضخامة الطحال بتكون عادة خفيفة. اللمفومات أكيد تعملنا ضخامات طحال، ضخامات عقد لمفاوية. بيضادات دم أكيد تعملنا ضخامات طحال بتكون عرطلة عادة. تليف النقي مميز له الضخامة العرطلة اللي بتعبر الخط المتوسط. مرض الاحمرار الدم الحقيقي أيضا بيعمل ضخامة الطحال. فقر الدم الانحلالي خارج الأوعية، نرجع نقول خارج الأوعية اللي هن هدول الأمراض عدا فقر الدم المنجلي. الحقيقة فقر الدم المنجلي بيصير فيه نواب تشظي، هاي التشظي ناجمة عن الاحتشاءات داخل الأوعية بكل أنحاء الجسم، فلما بتشظى الطحال فبيصير بيضمر الطحال عندهم، فبيسموه حتى استئصال طحال ذاتي. ولذلك كل الانحلالات خارج الأوعية بتعمل ضخامة طحال عدا فقر الدم المنجلي. هدول الأسباب كتير مهمات، كتير بيساعدوكم بحل الحالات السريرية لما بيكون عندكم بالحالة ضخامة طحال، فبتعرفوا أنتوا أمام هاي الأمراض. بالنسبة للبروفايل تبع الحديد، بروفايل الحديد من المهم جدا أنه يعني نعرف بالأمراض الأربعة اللي هن فقر الدم صغير الخلايا نميزهم عن بعضهم. فالحديد المصل، الروتين المصل اللي هو بيعبر عن المخازن، سعر الرابطة والترانسفيرين والإشباع. فقر الدم بعوز الحديد، الحديد بيكون نازل والفريتين بيكون نازل، وهذا أهم شيء. سعر الرابطة تكون مرتفعة والإشباع منخفض. أما بفقر الدم بالأمراض المزمنة وهو يعني الأهم لتمييزه عن فقر الدم بعوز الحديد، الحديد منخفض، فقر دم صغير الخلايا، شو منميزهم؟ عن طريق ارتفاع الفريتين. ارتفاع الفريتين، الفريتين هو من بروتينات الطور الحاد. الأمراض المزمنة غايبة بتكون أمراض يعني فيها التهاب، فيها inflammation، فبيكون الفريتين عندهم مرتفع، هذا بيميزهم هو وسعر رابطة، بيكونوا الفريتين مرتفع وسعر رابطة منخفضة. الإشباع ما بتميز، أحيانا بيكون نفس الشيء بالعوز الحديد والأمراض المزمنة. بفقر الدم الحديدي لأنه هو عبارة عن عوز B6 بيكون الحديد حتى مرتفع، الفريتين مرتفع، تمام، سعر الرابطة منخفضة والإشباع مرتفع، فبنميزه بصراحة بشكل جيد عنه. التلاسيميا أحيانا بيكون الحديد طبيعي وأحيانا مرتفع، كمان الفريتين أحيانا طبيعي وأحيانا مرتفع. التمييز عن فقر الدم بعوز حديد هو عن طريق الـ RDW. الـ RDW إذا بتتذكروه بيطلع عنا بالتحاليل الخماسي، بيكون الـ RDW مرتفع بفقر الدم بعوز الحديد، بإضافة إنه شفنا الخلايا الهدفية إذا بتتذكروهم بتكون مميزة للثلاسيميا. ملاحظة عن تحاليل فقر الدم بعوز B12، دائما لما نشك بعوز B12 بنطلب مستوى B12، أحيانا بيكون مستوى B12 طبيعي، مستوى B12 بيكون طبيعي.
فإذا شاكين كتير بهذا العوز ب12 ممكن نلجأ لتحليل اسمه ميتيل مالونيك أسيد، والهوموسيستين بيكونوا عادة مرتفعين في هذا المرض بعوز ب12. دائما لازم لما نشخص فقر الدم الوبيل نطلب الضاد الخلايا العامل الداخلي والضاد الخلايا الجدارية. فقر الدم الوبيل هو مرض مناعي بيكون الضاد العامل الداخلي الناقل للب12 أو الضاد الخلايا الجدارية. في حال سلبيته الضاد ممكن نطلب مستوى الجاسترين أو البيبسينوجين ممكن يدلنا على المرض. الصورة الدموية بكل حالات فقر الدم الانحلالي، ما بصير تروح عندكم ولا حالة من حالات فقر الدم الانحلالي ما تميزوها عن طريق هاي الصورة الدموية. الشبكيات تكون مرتفعة كتير أكثر من 3%، البيليروبين على حساب غير المباشر، الهبتوغلوبين منخفض، الـ LDH بتكون مرتفعة. الفيلم الدموي بيكون مميز لكل نوع من أنواع فقر الدم الانحلالي. بعت لكم الفيلم الدموي، أرجو أنه يعني تحفظوه عن ظهر غيب، لأنه أي صورة رح تجيكم الفيلم الدموي رح تكون مشخصة بدون ما تقرأوا حتى المسألة. لازم تنتبه على الفيلم الدموي، صورة دموية. الله بعوز ب12 بيصير عندنا صورة انحلال دموي، يعني بترتفع الـ LDH، بترتفع البيليروبين غير المباشر، لكن الشبكيات بتكون هنا منخفضة لأنه هو نقص تصنيع عوز ب12. إذن الفرق عن الانحلالي هو بالشبكيات. هدول الاختبارات النوعية لما بتشخصوا أي مرض من هدول الأمراض، أمراض فقر الدم الانحلالي، لازم تطلبوا هاي الاختبارات النوعية. بالشك بجي 6 بي دي، عوز انزيم جي 6 بي دي هو الفوال، لما واحد بياكل فول أخضر أو أحياناً بيتناول أدوية السلفة. لا تنسوا أدوية السلفة ممكن تسبب لنا عوز جي 6 بي دي. من أدوية السلفة حطوا بذهنكم دائماً الباكتريم، هذا من أدوية السلفة، الفورزمايد لازيكس من أدوية السلفة، السلفونيل يوريا من أدوية السكر، وعندنا الأدوية السلفاسلايزين اللي بنستخدمها بإيش؟ بعلاج التهابات المفاصل أو حتى التهاب الكولون التقرحي. دائما معايرة الجي 6 بي دي خارج النوبة، ما بيصير. لا، ديكساميتازون ما هو من أنواع أدوية السلفا. دائما معايرة جي 6 بي دي خارج النوبة، يعني الهجمة خارجة. راح الآن الخضاب بنشخص فيه التلاسيميات وفقر الدم المنجلي. تلاسيميا بيتا طبعا، التلاسيميا ألفا بيكون راح الآن الخضاب طبيعي. خلينا نشوف راح الآن الخضاب بعدين نرجع لأمراض تانية. راح الآن الخضاب الطبيعي بيكون عندنا الخضاب المسيطر هو الخضاب A، وعندنا شوي الـ A2 1-2% تقريبا، لاحظين خط رفيع. خضاب F هو الخضاب الجنيني، ما بيكون موجود عند الإنسان البالغ. طبعا نحن عم نحكي الآن بالغين، عند الأطفال ممكن الولدان ممكن تشوفوا خضاب جنيني. بالتلاسيميا ألفا إن الرحلان الخضاب طبيعي. رحلان الخضاب يا جماعة بالتلاسيميا ألفا بيكون طبيعي، يعني مثل الإنسان الطبيعي. لكن إيش ممكن نشوف عند هذول المرضى؟ التلاسيميا ألفا يا جماعة هي عبارة عن سلاسل بتغيب من سلاسل بيتا الأربعة، فهذا الغياب ما بيأثر على رحلان الخضاب لكن بيأثر على المولود. عادة إذا غابت إذا غابت واحدة من هدول المورثات بيكون المريض لا عرضي، سموها سمة التلاسيميا ألفا. إذا غابت مورثتين بيكون في عندنا فقر دم خفيف. غابت ثلاث مورثات صار عندنا ضخام الطحال وأحيانا بيموتوا هدول المرضى. غابوا أربع مورثات المرضى الولدان ما بيموتوا من يعني الحالة الجنينية، بسموها خزب جنيني. شلون لكان نميز تلاسيميا ألفا عن الإنسان الطبيعي سمة التلاسيمية؟ بنميزه عن طريق المورثات، فبنروح نطلب اختبارات جينية. إذا نحن شاكين بفقر دم ما عم يستجيب، مثلا فقر دم صغير الخلايا شخصناه انه عوز حديد وما عم يستجيب على الادويه، كثير يعني بيشكوا بالتلاسيميا الفا لما بيكون عندنا فقر دم بعوز حديد ما عم يستجيب على الادويه
وبنطلب رحلات خضاب بيطلع طبيعي، فبنقول لا مو تلاسيميا، لا بدنا نطلب فحص مورثي، فحص جنين. اما التلاسيميا بتا والفقر الدم من جلي فتميز بشكل جيد بالرحلان الخضاب. الله مثل ما انا ملاحظين الخضاب A2 بالسيما التلاسيمية بلش يطلع اكثر من 2%، بالتلاسيميا كبرى بسموها فقر دم كولي صير عندنا الخضاب الجنيني F هو المسيطر والخضاب A ما هو موجود. بالخضاب المنجلي فقر دم منجلي اذا كانت سمة منجلية بيكون عندنا الخضاب S قليل موجود الخضاب A، بس صار فقر دم منجلي بيغيب الخضاب A وبيصير عندنا الخضاب S هو المسيطر مع قليل من الخضاب F. في عندنا اختبار للكشف عن الخلية المنجلية هو اختبار التمنجل، احيانا يكون ما واضحة بالبطاقة الدموية فبيعرضوا الدم ل يعني عملية نقص أكسجي أو تحميض فبصير في عندنا الخلايا المنجلية بتوضح بشكل أفضل. اختبار الهشاشية التناضحية ازداد هاي الهشاشية عبارة عن يعني مقياس طيفي، ازداد هاي الهشاشية بتكور الكريات الوراثي وفقر الدم المناعي الذاتي وبتنقص في التلاسيميا. إذن اختبار الهشاشية التناضحية هي مميزة لتكور الكريات الوراثي. كمس المباشر وغير مباشر بفقر الدم المناعي الذاتي، دائما لما بننقل دم خاطئ تنافر الزمر بيكون الكمس إيجابي. تقول هذا الموضوع. الفلو سيتومتري بالبيئة الخضابية انتيابية ليلية نطلب فلو سيتومتري لهي الوحيدة بالأمراض الفقر الدم الانحلالي أو أمراض الدم اللي نطلب فيها الفلو سيتومتري لنشوف هدول السي دي 55 و59. ملاحظات على علاجات في فقر الدم. هلا فقر الدم بعوز الحديد، أول ملاحظة علاجه حديد، ما هي شغلة صعبة جدا، لكن لما ما بيستجيب المريض على فقر دم بعوز حديد بنشك بشغلتين دائما، إما سوء امتصاص عند المريض، في سوء امتصاص مرض سوء امتصاص مثل الداء الزلاقي، أو بنشك إنه هو عنده تلاسيميا ألفا. هلا فقر دم بالقصور الكلوي المزمن لازم نعطي أريثروبيوتين، بننتبه ما نرفع الخضاب فوق 12، بننتبه إنه الأريثروبيوتين بيعملنا ارتفاع ضغط، لازم نوقف الدواء إذا ساوى ارتفاع بالضغط. بعوز ب 12 وحمض الفوليك ما بصير نعطي حمض الفوليك لحاله في حالات العوز، لانه يعني هالشيء بيضر المريض وبيسيء له، بيظهر اعراض عوز ب 12. اذا فوليك اسيد مع ب 12 مع بعضهم ما بصير نعطي ما بصير نعطي فوليك اسيد لحاله. ملاحظه مهمه عن اعراض عوز ب 12، بتكون في عندنا اعراض عصبيه خدر ونمل. الفوليك أسيد عادة بيكون غير عرضي غير موضوع الشحوب. الشغلة المهمة إنه عوز بـ 12 إحنا أحيانا يا جماعة بيعطي أعراض عصبية وما في فقر دم، هاي بتكون من يعني الحالات السرية الصعبة، إنه بيجيك المريض بأعراض سبيل خلفي، أعراض خدر ونمل بالإيدين والإجرين، وبس بيكون يعني الخضاب طبيعي. هذا ممكن ما نجيب لكم إياها بالامتحانات، يكون يعني حالة تخصصية شوي بالأطباء العصبية. حمض الفوليك ممكن نستخدمه مو بس بعوز حمض الفوليك، ممكن نستخدمه بكل حالات فقر الدم الانحلالي، فرح نشوفه كتير نحن عم نعالج فقر الدم الانحلالي ونحط معه حمض الفوليك. استرويدات بتفيدنا بفقر الدم المناعي الذاتي، بتفيدنا بالبيلة الخضابية الانتيابية الليلية. استئصال الطحال امتى بفيدنا؟ بفيدنا بالحالات اللي بتضخم فيها الطحال، يعني بالتلاسيميا بفيدنا، فقر الدم المنجلي هو لحاله مستئصال الطحال، فقر الدم المناعي الذاتي بالاضداد الحاره بفيدنا استئصال الطحال. شو عندنا ضل؟ تكور الكريات الوراثي ايضا بفيدنا استئصال الطحال. الهيدروكسيوريا بفيدنا بفقر الدم المنجلي للوقايه من الهجمات، كمان بيفيدنا بأمراض تانية راح نشوفها بعد شوي، بس حطوه بذهنكم. في دواء جديد اسمه إيكلوزوماب من أضداد وحيدة النسيلة بيفيدنا بعلاج البيئة الخضابية الانتيابية الليلية، شايفين استرويدات مع إيكلوزوماب. في شكايات هامة بفقر الدم المنجلي بتجيكم بشكل حالات سريرية كتير مهم تركزوا عليها، هي الهجمات الحادة، نوع بالانسداد الوعائي.
الهجمات الحاده بصير في عندنا الام بالجسم، الام بالاضلاع، الام بالظهر، الام بالصدر، الام بالساق، الام عظميه ناجمه عن احتشاءات. علاجها بيكون هون ما في عندنا فقر دم شديد، بعلاج السوائل المسكنات او مسكنات شديده طبعا ممكن نوصل للمورفين، اكسجين ومضادات حيويه. احنا مثل ما بنعرف انه التجفاف النقص الاكسجه والانتانات ممكن تحرض لنا هي النواب، فننتبه دائما العلاج هو بالشباب. لا تكتبوا على اللوح. اذا دائما سوائل مسكنات اكسجين مضادات حيويه. بهي النواب الالاميه ما في داعي لنقل الدم، ما يعني ما في حاجه لنقل الدم. شو هي الصادات اللي ممكن نعطيها؟ صادات عاده هي اللي بتاثر على المكورات، على المكورات الرئويه والمستدميات النزليه، فممكن نعطي سيفترياكسون بهي الحاله حتى لو ما حددنا مكان الانتان. الشغله المهمه انه في بعض الاحيان بصير في عندنا نوب انسداد وعائي، وهي النوب الانسداد الوعائي ممكن تكون خطيره نتيجه التمنجل، بيصيب الاوعيه احتشاءات خثارات يعني نتيجه تجمع هدول الخلايا المنجليه، فبصير عندنا احتشاءات عدة مناطق، ممكن يصير عندنا جلطه دماغيه، ممكن عندنا جلطه بالشبكيه، ممكن يصير في عندنا احتشاء عضلي قلبي، واحيانا يصير في احتشاءات في يعني الضفيره البروستاتيه او البروستات يعني بصير في عندنا نوب قسوح مؤلم. القسوح هو عباره عن انتصاب مؤلم، انتصاب دائم او نعوص دائم في القضيب، بتكون مؤلمة جدا. والأهم واللي هي سبب الوفيات الرئيسية بفقر الدم الجلدي بصير عندنا الأكيوت تشيست سيندروم اللي متلازمة الصدر الحادة، هي عبارة عن حرارة، ألم صدري، زلة تنفسية، تراخي الرطبة، تشبه تماما ذات الرئة، أحيانا ما مميزة عن ذات الرئة، تنجم عن احتشاء رئوي. علاج هون لازم ننقل كريات حمراء للمريض خاصة إذا الهيماتوكريت منخفض، او اذا كان هيماتوكريت مرتفع ممكن نبدل الدم تبديل، يعني نفصد له الدم ونعطيه دم جديد. تدبير مزمن، نعطي للمريض حمض الفوليك كالعاده كل فقر الدم الحلالي، لقاحات ضد الانفلونزا والمكورات الرئويه، نعطيهم هيدروكسيوريا عشان بيخفف لنا هي الهجمات. الهيدروكسيوريا مفيد لتخفيف الهجمات. باب سكروا الميكروفونات الله يرضى عليكم. طيب كلمة عن فقر الدم لا تصنعي، فقر الدم لا تنسجي أو لا تصنعي، أبلاستيك أنيميا، غالبا أسبابه يعني سببه مجهول السبب، لكن في بعض الأسباب مثل الإشعاع، تعرض الإشعاع، السموم مثل البنزين، الأدوية، كثير في أدوية بتعمل أبلاستيك أنيميا، من الأدوية اللي بنستخدمها كثير مضادات الاختلاج، لور أمفينيكول سابقا، أدوية الدرق خاصة تيامازول، مثبطات المناعة اللي مستخدمة كلها الميتوتريكسات، الأزاسيوبرين مثلا، الأخماج، التهاب الكبد، الـ HIV الإيدز ممكن يصير معنا، فيروس إبشتان باير فيروس والفيروسات الصغيرة. تظاهرات السريرية هي عبارة عن أعراض فقر الدم الشامل، هذا فقر الدم لا تصنعي ما بيصنع كل الكريات، كل يعني عناصر الدم، فبصير عندنا نقص صفيحات واعراضها هي النزوف، بصير عندنا نقص الكريات البيض وتزداد الانتانات، نقص الكريات الحمر بصير عندنا فقر دم، ما بصير في عندنا ضخام الطحال بهذا المرض، وبتكون الشبكيات ناقصه كثير لانه نقص في التصنيع. نخزع النقي بنلاقي النقي ناقص تنسج، يعني ناقص الخلايا كامله، بيكون شحمي الشكل او مليء بالخلايا غير الطبيعية. المعالجة هون داعمة، يعني بنعطي بننقل صفيحات، بنعالج الانتانات وبننقل دم. والمعالجة إذا كان المريض شاب بنعمل له زرع نقي العظم، في حال زرع النقي غير ممكن ممكن نجرب بعض مثبطات المناعة مثل سايكلوسبورين، بريدنيزولون، والجلوبولين مضاد للتيموس، أنتي تيمو جلوبولين. طيب لأن ننتقل لمقاربة المريض النازف. عندنا مريض عم ينزف، لازم نحدد هل هذا النزف سطحي أم عميق. بس حكينا سطحي معناتها النزوفات ما هي بالأنسجة العميقة، يعني نزف لثوي، يعني
فرفوريات يعني بيتيشيات يعني كدمات، اذا كلهم هدول سطحي جلدي صح او مخاطي بسيط من اللثه. بس حكينا بالنزف عميق، يعني نزف وين؟ بالعضلات، نزف بالركبه مثلا مفاصل، نزف هضمي، نزف بولي، نزف نفس دموي، تمام؟ هدول نزوفات عميقة بتكون. فلما بنشوف النزف سطحي بنطلب زمن النزف، لما نشوف النزف عميق نطلب البيتا بيتا تي كي والاي ان ار، هيدي كمقاربة أولية، تمام؟ خلينا بالنزف العميق، شغلته بسيطة، بس شفنا نزف مفصلي، نزف شديد، طلبنا البيتا بيتا تي كي، لقينا البيتا تي كي متطاول، تمام؟ والبيتا والاين ار طبيعي، زمن النزف طبعا طبيعي، نشوف فورا بالنعور، النعور نزوفه عميقة بتكون، اللي متطاول فيه فقط البيتا تي كي، تمام؟ البيتا طبيعي، زمن النزف طبيعي، بس المريض متطاول عنده البيتا تي كي وعنده نزف عميق. يعني بأي حالة سريرية بنقول لكم إياها بيكون النزف فيها عميق زائد تطاول في البيتا تي كي. نجي على النزف السطحي، النزوفات السطحية ممكن ما تكون مهددة للحياة عادة أو حسب الحالة، نطلب زمن النزف، إذا شفناه متطاول معناتها المشكلة ممكن تكون على حساب الصفيحات، بنشوف تعداد الصفيحات. إذا كان تعداد الصفيحات طبيعي في عنا حالتين، إما فونوليبراند وإما اضطراب في وظيفة الصفيحات. إذا تعداد الصفيحات طبيعي مع زمن نزف متطاول، إما فونوليبراند أو اضطراب في وظيفة الصفيحات. فون ويبراند هو عوز بعامل فون ويبراند، بيكون عندنا إضافة لتطاول زمن النزف تطاول في البيتا تي كي مثل الناعور، بس منضيف له تطاول زمن النزف لكن الصفيحات طبيعية. اضطراب وظيفة الصفيحات إما بيكون دوائي، بعض الأدوية بتعملنا اضطراب وظيفة الصفيحات مثل الأسبرين، كلوبيدوغريل، الإنسيتس كمان يعني بروفين، ديكلوفينات، كلهم بيعملوا احيانا بعض النزوفات وخاصه الاسبرين. يعني الوظيفه تبع الصفيحات هي المضطربه، اما تعداد الصفيحات طبيعي. اليوريميا قصور كلوي المزمن ممكن يعمل لنا نزف وعلاجه عاده بالديسموبريسين. تنازل برنارد سولير وتنازل كلينزمان هي عباره عن تنازرات يعني وراثيه ممكن تؤدي لنزوفات، تمام؟ بيكون في عاده تعداد الصفيحات طبيعي لكن المضطرب هو وظيفه الصفيحات. لما بيكون عندنا نقص صفيحات بنشك بالامراض نقص الصفيحات اللي هي دائما امراض الاختصارات، لاحظتوا امراض الاختصارات الاي تي بي برفوريت نقص الصفيحات الاساسيه، التي تي بي والاتش يو اس هدول متلازمه مع بعضهم هلا رح نحكي عنهم، والهبارين انديوس ثرومبوسايتوبينيا يعني نقص الصفيحات المحرض بالهبارين. والدي اي سي، دي اي سي هو الخسار الوريدي المنتشر، تمام؟ الخسار الوريدي المنتشر مو بس تنقص عنا الصفيحات وبتطاول زمن النزف، بتطاول عنا كمان البيتا والبيتا تي كي، يعني كل ازمنه التخسر متطاوله. لاحظين زمن النزف بيتا وبيتا تي كي صفيحات ناقصة، تمام؟ وبيكون عندنا ايش كمان؟ الفيبرونوجين ناقص، والدي دايمر اللي هو اهم استقصاء بالدي اي سي بيكون ايجابي، دي دايمر بيكون ايجابي. انا رح ارجع لهذا المخطط بس نمشي شوي. الآن إذا نلخص موضوع تطاول بيتي بيتتكي بيتي بيتتكي مع بعضهم، هذا الجدول أرجو أنه تحفظوه مثل اسمكم، ما في سبيل لحفظ لفهمه الآن بهال يعني بهالوقت القصير. تطاول بيتي لحاله بنشك بعوز العامل السابع، أو عم نعطي للمريض إيش وارفرين، أو هو عنده مرض كبدي
او عنده عوز فيتامين كاف احيانا نتيجه اعطاء الصدات المديد يصير في عندنا عوز بفيتامين كاف، او احيانا نتيجه اسواء الامتصاص. تطاول البيتا تي كي عامل فون والبراند مثل ما شفنا بالمخطط السابق. الناعور اللي هو الناعور عباره عن ناعور اي عوز العامل الثامن، ناعور بي عوز العامل التاسع، وناعور سي عوز العامل 11. نحن بنعرف الثامن بس اكثر شيء هو الاشياء طبعا بيتورث بصفه مرتبطه بالجنس، يعني بنشوفه عند الذكور ما بنشوفه عند الاناث. هي ملاحظه مهمه بالنسبه للناعور. لا تنسوا انه اذا اجتكم مرأة الغوا شككم بالناعور مباشره، مرأة بتنزف ممكن شك بفون ويلبراند او بقيه الامراض. عندنا عوز العامل 11 وعندنا عوز العامل 12، تمام. عوز العامل 12 حطوا لي اياها بذهنكم انه ما له اهميه سريريه، ما بينزف. يعني ممكن يجيك المريض بالصدفه عنده تطاول بالبيتا تي كي، ممكن يكون قبل العمل الجراحي لكن ما بينزف. عاده عوز العامل 12 ما بينزف. البيتا تي كي بتعرفوا يرتفع باستخدام الهيبارين. لاحظوا الوارفارين بيتا والبيتا تي كي الهيبارين، وعندنا متلازمه اضداد الفوسفولبيد اللي هي بيرتفع فيها البيتا تي كي. وقلنا انه هي البيتا تي كي اذا عملنا بمتلازمه اضداد الفوسفولبيد اذا مزجناه مع بلازما طبيعيه ما بتتصحح هي البيتا تي كي، بينما بعوامل التخثر هذول اذا حطينا بلازما طبيعيه فبتتحسن لانه بيكون في عندنا عوز بهدول العوامل. لما بنعطي بلازما طبيعيه فبتتحسن هي العوامل. الشيء المهم اللي بدي اقول لكم عليه انه متلازمه اضداد الفوسفولبيد ما بيصير عندنا نزف، بيصير عندنا خثار. اذا متلازمه اضداد الفوسفولبيد ما بيصير عندنا نزف، بينما فول ميمبراند الناعور ال11 بيصير عندنا نزف، اما باضداد الفوسفولبيد بيصير عندنا خثار. حكينا انه ممكن يكون خسار وريدي او شرياني او عباره عن اسقاطات. بعوز عامل 12 لا تنسوا انه دائما ما بيسبب اي اهميه سريريه، عباره عن تطاول بيتا تي كي بدون اي نزوف بالصدفه بنكشفه. لما بنحكي عن تطاول بيتا مع البيتا تي كي مع بعضهم ممكن يكون عوز عوامل متعدده، مثلا عوز الثامن وسابع، تمام؟ عوز 12 11 و7 12 و7 الى اخره. عوز العامل العاشر والخامس والثاني والفيبرينوجين، هذول كمان بيطاولوا لنا البيتا والبيتا تي كي مع بعض. لا تنسوا الدي اي سي، نرجع نعيد الدي اي سي، نقص الصفيحات وتطاول بجميع الازمنه البيتا والبيتا تي كي والنزف، تمام؟ وبينقص الفيبرينوجين والدي دايمر، دي اي سي دي دايمر، دي اي سي دي دايمر، دي اي سي دي دايمر، لا تنسوها. احيانا نكون عم نستخدم الهيبارين مع الوارفارين، لبين ما يشتغل الوارفارين احيانا نستخدم الهيبارين، فبيصير في عندنا ايش تطاول بالبيتا تي كي وتطاول بالبيتا مع بعضهم، خاصه لما يعني بيكون الجرعه زائده. في بعض الادويه بتطاول لنا البيتا والبيتا تي كي مع بعضهم مثل مثبطات الثرومبين دابيجاتران، مثبطات العامل المفعل العاشر مثل ريفاروكسوبان. ملاحظة مهمة، لاحظتوا بكل هدول العوامل ما في عنا العامل 13. عدينا كل العوامل الأول الثاني الرابع السابع الثامن التاسع العاشر ومن براند 11 12 10 5 لكن 13 ما عدينا. عوز العامل 13 يا جماعة بيسبب نزف، لكن كل عوامل تخسر طبيعية، بيتي طبيعي، بيتي تكي طبيعي، بيتي زمن النزف طبيعي، صفيحات طبيعية، إذا بيسبب نزوف عادة كل عوامل التخسر فيه طبيعية. الله، العوز عامل 11 نسينا بس نحكي عليه كلمة، بينزف لكن وبتطاول فيه البيتا تي كي، لكن عادة نزفه بعد بحالات خاصة بعد الرضوض أو الجراحة، يعني ما بينزف بشكل عفوي مثلا مثل فون ويلبراند أو الناعور، تمام؟ إذا بيكون عادة بحالات خاصة بعد الرضوض والجراحة، هي شغلة مميزة بالنسبة له.
رح نحكي نرجع على الجدول السابق ونحكي عن الاي تي بي. شباب الاي تي بي ما بتشوفوا الصوره؟ شباب عم تشوفوا الصوره ولا لا؟ يا عم نشوف الصوره. مشاهد الصوره. تمام. الاي تي بي شباب هو نقص الصفيحات الاساسي. لاحظتوا بيكون عندنا نقص صفيحات معزول. نقص صفيحات ايش؟ معزول. يعني الكريات البيض الطبيعيه ما في عندنا فقر دم، المريض نزوفه سطحيه، بيكون في عندنا شويه فرفوريات. زمن نزف متطاول، الصفيحات ناقصه. تمام؟ سببه مناعي، سببه مناعي. اذا ردنا نطلب اضداد للصفيحات فبنلاقي في اضداد صفيحات، لكن رجاء لا حدا يطلب اضداد صفيحات. وين ما لقيتوا اضداد صفيحات ما بتختاروها بين الخيارات. لا يستطب ابدا طلب اضداد للصفيحات لانه ممكن تطلع عند الناس الطبيعيين. اذا ما ضروري نطلب اضداد صفيحات بهذا المرض. لك ايش نطلب؟ ما نطلب شيء. خلاص نطلب نحن تعداد دموي. لقينا انه نقص الصفيحات معزول، الكريات البيض الطبيعيه وما في فقر دم، معناتها بس عندنا نقص صفيحات. عاده بتكون مريضه صبيه شابه عم تنزف بشكل سطحي، يعني نزوف لسويه، شويه فرفوريات، شويه كدمات. تمام؟ بنروح نقول لها مبروك عندك نقص صفيحات اساسي. راح نعطيكي دواء والان راح نشوف الادويه. بالنسبه للهيبارين induced thrombocytopenia يعني ال HIT، رجاء لا تنسوا بذهنكم ابدا اي مريض محطوط على الهبارين بعد 5 ايام تقريبا او حتى 8 ايام صار عنده صفيحات، نقص صفيحات، تمام، او نزلت الصفيحات 50% عما كانت عليه. راح اعطيكم مثال. دكتور وسيم في مشكله بالصوره على أنا يبدو بقياني ما بتبدل السلايد. وين محطوط؟ مو على ال مريض ينزف نزف عميق ونزف سطحي. تمام في تحت انا شفت في تحته كتاب مين بين كليته مين بين واضحه كله في كتاب تحته في كلمه الهبارين يسبب بعد 5 إلى 8 أيام نقص صفيحات في فقر الفيبرولوجين ينقص. هل هيك ظهرت؟ ايه تمام ظهر السلايد مريض ينزف. تمام ليش ما قلتوا لي الاول؟ نحن فكرنا هذا انت عم تحكي هون. انا عم بحكي هون بس ما انا بقصد ما يعني ما بدي هدول الكيت من ملاحظات. نرجع معيد شباب. الهبارين انديوز ثرومبوسايتوبينيا بعد 5 الى 8 ايام بيصير عند المريض نقص صفيحات، تمام؟ من اعطاء الهبارين طبعا. نقص الصفيحات ممكن يكون يعني من ضمن المستوى الطبيعي، يعني لازم ينقص الصفيحات 50% على اللي كانت هي بالاساس. نفرض مثال مريض صفيحاته 400 نصهم 200، احنا ضمن المجال الطبيعي صح؟ لكن نقصت الصفيحات بمقدار 50% عما كانت عليه. هذا نقص الصفيحات المحرض بالهبارين بيسوي لنا ايش؟ بيسوي لنا خسارات شريانيه ووريديه. فاي مريض محطوط على الهبارين صار عنده جلطه باي مكان بنشك فورا بالهبارين انديوس ثرومبوسايتوبينيا. بس شكينا بالهبارين انديوس ثرومبوسايتوبينيا لازم نوقف الهبارين ونعطي ادويه ثانيه اللي هي ايش؟ الهبارينات مضادات الثرومبين الدابيجاتران. حطوا بذهننا الدابيجاتران كدواء من أدوية الهبارين induced thrombocytopenia. الخسارات وليست النزوف. نعم البايفالورودين كمان بيصير دكتور مثبطات أيضا ترومبين دابيجاتران بايفالورودين. في دواء ثاني من الهبارينات فوندابارينوكس ممكن نستخدمه في حال وجود قصور كلوي. بنستخدم قول معي دكتور محمد انا نسيته صراحه.
ريتروبيوتين. لا ما هو الاريستروبيوتين. طيب يعني بصراحة راح عن بالي. إذا في حال نقص الصفيحات نطلب بالهبارين بنعطي دابيجاتران، بنعطي هبارين، مو هبارين، فوندابارينوكس أو بايفالرودين. في دواء ثالث ما بتذكره، قال هذا ببعثكم يا المجموعة. طيب ال HUS وال TTB، هاي الصورة كتير حلوة، نجمة. أزرع العلويات هن ال HUS اللي هن ال H يعني هيمولايتيك يعني فقر دم انحلالي، نشوف الكريات المنشقة. ال U يوريميا، نشوف قصور كلوي. وال S هي السيندروم مع نقص الصفيحات. ال TTB هي عبارة عن الخمس أعراض مع بعضهم: حرارة، أعراض عصبية، بالإضافة إلى نقص الصفيحات، فقر الدم الانحلالي والقصور الكلوي. إذن خماسية. عادة ما بيميزوا بين TTB والـ HUS. أحيانا بيكون نفس الأعراض. الـ HUS لا تنسوها بتظهر عند الأطفال عادة بعد إسهال بالإيكولاي أو 157 أو الشيجيلا. ممكن نشوفها تي تي بي، ممكن نشوفها بعد الامتانات عادة عند النساء الحوامل، ممكن نشوفها بشكل طبيعي بدون أي محرضات. ملاحظات على العلاجات في اضطرابات النظر. فرفوريت نقص الصفيحات الأساسية، العلاج الأول هو استرويدات. الخط الأول بالمعالجة استرويدات. لما نشوف نزف شديد نستخدم الجلوبولين المناعي الوريدي. ممكن بالحالات المعندة على استرويدات والجلوبولين المناعي نستأصل الطحال. ممكن نستخدم كمان الريتوكسيماب. أرجوكم لا تنقلوا صفيحات، لا تنقلوا صفيحات، لا تنقلوا صفيحات. التي تي بي العلاج بتبديل البلازما، العلاج الرئيسي تبديل البلازما. نعطي استرويدات أيضا وريتوكسيماب، وأرجوكم لا تنقلوا صفيحات، لا تنقلوا صفيحات. تي تي بي، آي تي بي، تي تي بي، آي تي بي، لا تنقلوا صفيحات. الدي آي سي نقلوا لأجمع بتكون، نقلوا لدم، نقلوا له بلازما طازجة مجمدة، نقلوا له صفيحات، عطوها رسابة قرية، اللي بدكم يا نقلوا له بس خلصوني منه، لأنه الدي آي سي يا جماعة قاتلة، وفيات مرتفعة جدا، تترافق مع الإمتانات، تترافق مع عند الحوامل اللي بينزفوا ما بعد الولادة، تمام؟ صار في عنا أحيانا انفكاك مشيمة. فلا تنسوا أبدا أنه تنقلوا كل شيء بالدي آي سي، لكن اي تي بي تي تي بي لا تنقلوا صفيحات، لا تنقلوا صفيحات، وهيدي بالحالات السريه كثير تجيكم. نزف اليوريميائي عند مرضى قصور كليه، لقيته مريض عم ينزف، لقيته زمن نزف متطاول، لقيته الصفيحات طبيعيه، طلبت وظيفه الصفيحات لقيتوها مضطربه، بتعطوا ديسموبريسين. ديسموبريسين بيعوز عامل فونو البراند اللي قلنا بتطاول فيه البيتا تكي وبتطاول فيه زمن النزف، طالوا زمنين، ممكن نعطي ديسموبريسين كخط اول. كيف صار عندنا مرضين بنعطى فيهم ديسموبريسين، واحيانا كخط ثاني اذا المريض ما استجاب على الديسموبريسين بنقول له عامل تامل نفسه، ممكن نعطي ايضا رسابه قريه كخط ثالث. نعور عندنا عامل تامل ننقل عامل تامل، عندنا بلازما طازجه مجمده بتحوي على العامل التامن ممكن ننقلها. التسمم بالوارفارين حاله سريريه مهمه جدا تجي بالامتحانات السريريه دائما. مريض عم ياخذ وارفرين صار ينزف، او مريض عم ياخذ وارفرين عم عاير له الوارفرين عشان نضبط له الان ار لقينا عنده رقم، هيك تجي الحالات السريريه. اهم شغله النزف. النزف هو اللي بخليك تعطي الادويه. فعندنا هون بالجدول مثل ما تكون شايفين قيمه الاي ان ار، وجود نزف، نزف من عدم وجوده، شو نعمل بالوارفرين، شو نعمل، نعطي فيتامين كاف ولا لا، نعطي بلازما طازجه مجمده ولا لا. انا راح اروح على اخر سطر، اخر شيء. ما زال في نزف، اي نزف كان،
ما بتهمني قيمة الاينار. إن شاء الله تكون 2 الاينار لكن المريض عنده نزف دماغي. قيمة الاينار 2 والمريض عنده نزف هضمي. تمام؟ أي نزف كان من النزوف المهددة للحياة، يعني النزوف الهامة، مو نزوف مثلا واحد بينزف من لستو مثلا. تمام؟ أي نزف كان مهم مهما كانت الاينار، مباشرة نوقف الوارفرين، نعطي فيتامين كافوريدي ونعطي بلازما طازجة مجمدة. تمام؟ خلصنا من هذا السطر اللي هو أهم واحد، وهذا يعني ما بصير تضيعوا هذا السؤال أبدا. بالنسبة للاينار، قيمة الاينار حسب القيمة، إذا أقل من 5 طبعا هذول كلياتهم ما في نزف، نحذف جرعة من جرعة الوارفرين، مستأنف الوارفرين لما يرجع الاينار للطبيعي أو ضمن المجال الطبيعي بجرعة أقل. نحذف جرعة ونرجع للوارفرين جرعة أقل، يعني جرعة واحدة يوم واحد. إذا بين 5 و9 هون ممكن نحذف جرعتين، بدل جرعة واحدة جرعتين على يومين، ونرجع نرجع الوارفرين بجرعة أقل من السابق. إذا كان فوق 10 يعني هون هام كتير، فبنوقف الوارفرين. تمام؟ وبنعطي فيتامين كاف في جرعة 2.5 لـ5 ميلي جرام. بالنسبة للي قبله، في بعض المراجع ذكرت هون 1.25 ملي جرام من الفيتامين كاف الفموي، ما في لا أهمية، يعني رجعت أنا مرجع أساسي فما ذكروه أبدا. فخلص فوق 10 نعطي فيتامين كاف فموي، النزف المهدد نعطي فيتامين كاف وريدي. طيب بتجينا حالات فرط خسارية. كلمة فرط خسارية يعني مريض على السور. مين هن المرضى اللي لازم نطلب لهم تحاليل فرط خسارية؟ أي مريض شاب عنده خسار صمي وريدي، شاب عادة. المرضى الكبار بالعمر بنعرف إنه بيكون السبب الركودة، بنكون السبب مثلا عنده أمراض مرافقة، لكن شاب وعنده خسار لازم نطلب تحاليل فرط خسارية. مريض عنده خسار صمي بدون سبب محرض للخسار، يعني شفنا انه بالفعل مريض سليم صحيا ما عنده امراض، تحاليله العامه طبيعيه، موت العام بطياره، ما بعد عمل جراحي، ما في سبب محرض يحرضه ما انه ليش يصير عنده خسار صمي، بنروح نطلب تحاليل فرط الخساريه. مريض عم تتكرر عنده الخسارات، صار عنده دي في تي اول مره، صار عنده دي في تي ثاني مره، ثالث مره، او صار عنده صمه رئويه التكرار. مريض عم يصير عنده خسار رغم انه حاطينه على مميع دم والتمييع كافي، حطينا مريض صار عنده خسار، حطينا على وارفرين، الوارفرين لاين ار بين 2 و3 مضبوط يعني، ولا صار عنده صمة رئوية. طيب شلون عم يتكرر عنده الخسار ونحن ممعينه بشكل كافي؟ معناته عنده فرط خسارية. المريض عنده خسار وريدي واسع، المريض عنده خسار وريدي واسع وعفوي، يعني بنلاقي مثلا خسار بالإيدين، خسار بالإجرين، خسار مثلاً بالشريان، بالوريد الأجوف، يعني بأكثر من محل. القصة العائلية للخسار، مريض بالعيلة عندهم خسار، أمه عندها خسار، أبوه عنده خسار، أخوه عنده خسار، هاي القصة العائلية مهمة نحطها بذهننا لنطلب تحاليل فرط خسارية. الخسار في أماكن غير متوقعة، يعني نعرف الخسار أكثر شيء أشع شيء بالإجرين اللي هو DVT. شفنا خسار بالطحال، أنا شفت مرة خسار بالطحال، بوريد الطحالي، خسار بالجيوب الدماغية، خسار بالوريد الكلوي، منشك بنطلب تحاليل فرط الخسارية. إذا شفنا خسار شرياني غير مفسر عن مريض شاب، هدول كلاتهم خسارات وريدية صح؟ مريض شاب وجدته جلطة دماغية، مريض شاب وجدته جلطة قلبية، تمام؟ فورا منشك بإيش؟ الخسار، حالة فرط خسارية. مريض عم يصير عنده اسقاطات حملية متكررة وغير مفسرة او موت محصول الجنين، بنشك بحالة فرط خسارية. تعالوا نشوف شو هن تحاليل فرط الخسارية. صراحة هي من الأسئلة المهمة جدا 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 بالحالات السريرية. العامل الخامس فيلايدن، طفرة بروثرومبين، بروتين سي او اس، انتي ثرومبين 3، والهوموسيستئين والضاد الفوسفوليبيد اللي هي كارديولبين ولوبوس أنتيجو أجلان. هدول 7 تحاليل تطلبون لكل مريض من الحالات اللي شفناها 9.
أي مريض صار عنده مثل هدول الحالات ما في شيء مفسر لخساره، لازم نطلب تحاليل فرض خسارية. ملاحظة، كل هدول العوامل بيسببون لنا خسار وريدي عدا الهيموسيستئين والكارديولوبين بيعملون لنا خسار وريدي وشري يعني. إذن فيلايدين، بروثرومبين سي وإس وأنتيثرومبين ثلاثة كلاتهم خساراتهم وريدية، ما بنشوف فيهم خسار شرياني. بس شفنا خسار شرياني بنشك بالهيموسيستئين وأضاد الكارديولبين أو لازم أضاد الفوسفولبين. كل اضطرابات التخسر ما بتسبب فرض خسارية عند المريض الحامل، مو يعني الحامل لولد، الحامل للمرض. نعرف نحن دائما إنه الأمراض الوراثية تكون إما محمولة منقولة يعني، وأما إيش، وأما مورثة بصفة يعني أساسية للمرض، يعني المرض موجود بيكون. فبشكل عام هاي الأمراض ما بتسبب تخسر عند المرضى الحاملين عدا الفيلايدن العامل الخامس، ممكن المريض يعني الحامل يصير عنده خسارة. ما في أي استطباب إنه نعالج المرضى الحاملين للمرض عند مرضى العامل الخامس إلا إذا صار عندهم خسارة. يعني نفرض مثال مريض أمه عندها دي في تي، رحنا عملنا له تحليل تمام، هو ما فيه شيء، هو طلب إنه يا أخي ليكون طلع عندها هي العامل فيلايدن، فهو طلب إنه يعمل تحليل يشوف إنه عنده هاي المورثة، خاف يكون صار عنده يصير عنده خسار، فطلع حامل للمرض، طلع حامل للمرض. فالسؤال هو هل نميعه لهذا المريض ولا لا؟ الجواب لا، ما نميعه لأنه ما صار عنده خسار. طيب لك إيش نعمل له؟ بنقول له إذا كانت بنت بنقول لها انتبهي يا بنتي، ما صرت تاخدي أنت حبوب منع حمل لأنه أنت عندك حالة فرط خسارية، ممكن بأي لحظة يصير عندك دي بي تي، فأنت بتستمري بالمراقبة. إذا كان شاب بنقول له انتبه، ترى أنت ممكن يكون يصير عندك خسار، مثلا لا تبرك بركات طويلة، لا تسافر لأماكن بعيدة، إذا صار عندك جراحة لازم تقوم مباشرة بعد جراحة أو تأخذ وقاية. إذن المرضى الحاملين فقط العامل الخامس هو بصير عنده خسار، إذا كان عرضي يعني صار عنده خسار منعالجه، إذا ما هو عرضي ما منعالجه، لكن منصحه نصائح. أي أمراض الدم العامة، كلمتين عن بعض الأمراض يعني الأمراض خلينا نقول القبل الخبيثة أو الخبيثة، بس عفوا اشرب مي. متلازمات فرط التكاثر النقوي، فرط التكاثر النقوي هاي متلازمات تتداخل مع بعض البعض وبتحول احيانا احدها للاخر تمام. صراحه ان اربع متلازمات، المتلازمه الرابعه هي سي ام ال، الاولى هي احمرار الدم الحقيقي، تليف النقي، فرط الصفيحات الاساسي، والمتلازمه الرابعه هي سي ام ال، لكن شلت الرابعه للسبب الثاني انه هدول المتلازمات الثلاثه بيتشاركوا مع بعضهم تقريبا بنفس الاعراض تمام، بتشاركوا مع بعضهم تقريبا بنفس المخبريات، بتشاركوا مع بعضهم بالعلاج احيانا. اما سي ام ال فعلاجه مختلف وهو من الخباثات النادره، ما راح نحكي عنها بهي المحاضره اصلا. احمرار الدم الحقيقي مثل اسمه هو عباره عن فرط بالكريات الحمر، زياده بالهيماتوكريت، اعمارهم عاده فوق ال 40 سنه، بيتميزوا بالضخامه الطحاليه والحكه اللي بعد التعرض للماء الدافئ. انتبهوا للحكة بعد تعرض للماء الدافئ، بتميز أنواع الحكة الأخرى مثلا الحكات بالأمراض الإنتانية أو الحكة مثلا بالقصور الكلوي أو الحكة بالأمراض الكبدية. تليف النقي عادة بيكون بأعمار فوق 50 سنة، بيميزوا ضخامة الطحال العرطلة كبيرة كتير، البزل مستحيل، مستحيل عنده يعني، نبذل ما بنلاقي شيء، والخزعة بنشوف فيها ألياف، هون في غلط، ألياف
فرط الصفيحات الأساسية بتكون الصفيحات فوق المليون، أعمارهم هدول المرضى فوق الستين، لاحظين 40 50 60، بيسببوا صحيح إنه فرط صفيحات وليس نقص صفيحات، لكن بيسببونا نزف وبيسببونا بثار. المميز في هدول الثلاث متلازمات إنه ممكن وحدة تتطور للأخرى، يعني فرط الصفيحات الأساسي ممكن يتحول لتليف نقي، مرار الدم الحقيقي ممكن يتحول لتليف نقي، ممكن واحد من بيناتهم يتحول لايش؟ لبيضات دم النقوي المزمن اللي هو الرابع. المميز فيها مخبريا هو وجود الطفره جاك 2. هاي الطفره بدي تحفظوها مثل اسمكم، بس شفتوا جاك 2 معناتها واحد من هدول الثلاث امراض. هو اكثر شيء مميز لاحمرار الدم الحقيقي 90% من الحالات. في 50% من الحالات بنشوف في هاي الطفره تليف النقي وفرط الصفيحات الأساسي. آسف. تمام شباب. آسف. إذن أهم شيء يا جماعة نحفظ جاك 2. جاك 2 وين بنشوفها؟ ثلاث أمراض، مرار الدم الحقيقي، تليف النقي، وفرط الصفيحات الأساسي، بكل وحدة بميزاتها المميزة عليها. العلاج بالمتلازمات ثلاثة بنعطي هيدروكسي يوريا، الهيدريا. وين شفنا الهيدروكسي يوريا؟ شفناها بفقر الدم المنجلي. صار عندنا أربع أمراض بتعالج فيها بالهيدروكسي يوريا. الأسبرين بيوقينا من خطر الخسارات، احمرار الدم الحقيقي لما بصير الدم كثير لزج سوينا خسارات، فرط الصفيحات أساسية جمع الصفيحات سوينا خسارات، لازم نعطي أسبرين للوقاية من خطر الخسارات. تليف النقي ما بصير في عنا خسارات. الفصادة ممكن لما يرتفع الدم كثير نلجأ للفصادة، يعني نخلي المريض يتبرع بالدم. وتليف النقي العلاج الرئيسي فيه هو زرع خلايا جذعية في تليف النقي. شوية كلام بسيط عن مشتقات الدم، كثير مهمة مشتقات الدم. دائما بتكون الأسئلة عنا بشكل علاجات، إنه إيش علاج هذا المرض؟ هاي القصة سرية، هاي الحالة سرية. الكريات الحمر المكثفة كل وحدة دم ترفع الخضاب 1 ملغرام. رجاء ما تنقلوا دم الا اذا كان الخضاب تحت السبعة، رجاء ما تنقلوا دم الا اذا كان الخضاب تحت السبعة او كان عندنا نزف كتلي. الصفيحات كل وحده صفيحات ترفع الصفيحات تقريبا 8 ل 10 آلاف. امتى بنرفع الصفيحات؟ عاده بنرفعهم قبل الجراحات، لازم يكون الصفيحات فوق 50 ألف. تحت 10 آلاف لازم ننقل الصفيحات حتى لو ما في نزف. اذا كان المريض عنده نزف ونقص صفيحات ممكن ننقل الصفيحات. لا تنسوا لا تنقل صفيحات لا بالتي تي بي ولا بالاي تي بي، لا تنقل صفيحات لا بالتي تي بي ولا بالاي تي بي، لكن ننقلهم في الدي اي سي. البلازما الطازجة المجمدة بوليسيسيميا فارا هو نفسه احمرار الدم الحقيقي. نعم فارا يعني حقيقي، بوليسيسيميا هو احمرار الدم. بلازما الطازجة المجمدة الاف اف بي فروزن فريش فروزن بلازما استطب بنقص العوامل 1972، يعني اللي بيعوزهم الوارفرين او عوز فيتامين كاف، تمام، وعوز العامل 13. تنسوا العامل 13. الرسابه القريه بتفيدنا بتعويض عامل فولنبراند الناعور الثامن والعامل 13 ايضا. اختلاطات نقل الدم بدي تحفظوها مثل اسمكم، اختلاطات غير مناعية واختلاطات مناعية. الاختلاطات الغير مناعية انخفاض الحرارة، انخفاض الضغط، نقص الكالسيوم نتيجة السترات خاصة لما بنعطي الدم بكميات كبيرة، ارتفاع البوتاسيوم. أحيانا إذا نقلنا دم بشكل كميات كبيرة خاصة من نزوف شديدة بصير نقص صفيحات تمددي، يعني الصفيحات ما هي ناقصة لكن بشكل متمدد نسيج زيادة البلازما. داء الصباغ الدموي خاصة عند المرضى إيش اللي
مثلا التلاسيميا بنقول لهم دم بشكل متكرر وما عم نعطيهم الديسفرال اللي بيخلو بالحديد، بصير عندهم داء الصباغ الدموي. اختلاطات داء الصباغ الدموي لا تنسوا ممكن يأثر على القلب، يعملنا اعتلال عضلي قلبية توسعي، ممكن يأثر على الخصيتين ويعملنا عناني عند المريض، ممكن يضرب الكبد ويعملنا تشمع كبدي، ممكن يأثر أيضا على النخامة. فرط الحجم، لما بنعطي نقل دم كتير المريض عنده قصور قلب أو المريض كبير بالعمر بصير في عنده فرط حمل. الحماض الاستقلابي، ممكن يصير عندنا حماض استقلابي وممكن حتى يصير عندنا قلاء استقلابي نتيجة تراكم السترات. الانتانات، هاي الانتانات فضولي شغلتين مهمات. أشياء الانتانات الجرثومية هو اليرسينيا اليرسينيا الطاعونية والبسيدوموناس، كثير شائع أنه يصير في عندنا انتانات بنقل الدم. الفيروسات CMV، تمام، أشياء الفيروسات اللي بتصيب. أشياء التهابات الكبد بتنتقل عن طريق الدم هو HPV. عنقوديات مذهبة ممكن نشوفها أحيانا بسوء التحضير أو سوء يعني التعقيم أثناء نقل الدم. الاختلاطات المناعية هي مهمة كتير، بتجي بشكل حالات سجلية، مريض عم ينقل دم صار معه حرارة، من وقف الدم نعطي سيتامول روح الحرارة منكمل نقل الدم. كررت معه، كل ما ننقل له للمريض دم بصير في عنده حرارة، نقول له بعدين معك، نقول له خيو روح أعطونا كريات حمر، ما فيها كريات بيض، كريات حمر منزوعة الكريات البيض. ارتكاز تحسسي، مريض عبي وصار عنده تحسس، حسس المريض، صار يحك، صار يحكه جلده، طلع طفح على جسمه فقط، صار يحكه طلع طفح، هذا اسمه التحسس. نعطيه كلورفينرامين، يعني نعطيه مضاد هستامين، تمام، منبطئ نقل الدم، ممكن نعطي احيانا هيدروكورتيزون. اذا تكررت هاي الحاله عده مرات بنعطيه كريات حمر مغسوله، سموها كريات حمر مغسوله، لا تسالوني شلون بتصير، هي كريات حمر مغسوله. ارتكاز تحسسي شديد، يعني لما بصير عندنا صدمة تحسسية، هي عادة بنشوفها عند المرضى اللي عندهم عوز بالجلوبولين مناعي A، عوز بالآي جي A، بصير عندنا صدمة، معناتها عندنا هبوط ضغط، عندنا تشنج قصبي، بصير في عندنا وزيز، زلة تنفسية، طفح، حكة، بنوقف الدم، خلص ما بقى نعطي الدم أبدا، هذا الدم اللي صار عنده سبب له صدمة تحسسية، نعطي هيدروكورتيزون، مضاد استامين، وإذا في صدمة وهبوط ضغط بنعطي أدرينالين بالعضل. تمام، ادرينالين بالعضل، انتبهوا مو بالوريد، بالعضل، بالصدمات التحسسيه، كل الصدمات التحسسيه المريض واعي بنعطي الادرينالين بالعضل، بالوريد فقط لما يكون عندنا انعاش، رجاء احد يعطي ادرينالين بالوريد الصدمه التحسسيه. مريض عم ننقل له دم لسه ما نقلنا له، عاده نص ملي جرام من المحلول الالفي، الأدرينالين نص ملي جرام من المحلول الألفي، عفوا، مريض عم ننقل له دم لسه ما حطينا له الدم، سربنا له 100 ملي، فجأة صار عنده حرارة شديدة، عروقات، دخل بصدمة، تسرع نبض، ضغطه انخفض، ألم صدري، زلة تنفسية، صار عنده انحلال دموي، حللنا له فورا، صار في عنده فقر دم شديد، طلعنا باللطاخة صار في انحلال دموي، صار في كريات ممزقة، لون البول صار لون غامق، صار في عندنا قصور كلية، تمام، هذا بسموه انحلال دموي حاد، غالبا هذا بيكون ناجم عن عدم توافق الأبيو، هل هو خطأ؟ ممكن يكون خطأ اصلا من التصالب او يكون عنده زمر إضافية، بتعرفوا الزمر الإضافية مو الـ ABO، ممكن يكون في عندنا زمر إضافية حطها بذهننا لما يكون في عندنا انحلال دموي حاد. الانحلال الدموي متأخر، مريض طبيعي نقلنا له دم، بعد 3 أيام ما حسينا له صار عنده انحلال دموي، ما بيكون بشدة الانحلال الحاد، يعني ما بصير في عنا هبوط ضغط، لا بصير عنده انحلال دموي، بنلاقي دمه صار فيه فقر دم انحلالي، صار لون البول غامق، دخل بقصور كلية، فمس بيكون إيجابية هون، انتبهوا للانحلال الدموي متأخر، أي بيكون ما له علاقة لا عدم توافق الـ ABO ولا بيكون لا خطأ من المخبر ولا لا المريض عنده زمر إضافية. هذا انحلال متأخر نادر جدا جدا جدا.
يمكن انا بحياتي الطبيه شفت مره واحده هذا الانحلال المتاخر. الفرفوريه بعد نقل الدم ترانسفيوجن بوست ترانسفيوجن بربرا بصير في عندنا فرفوريات شائعه عند الحوامل، شائعه عند الحوامل طبعا هي نادره جدا جدا جدا، يعني واحد ب 37 ألف ممكن تصير، لكن عند الحوامل بنشوفها. بنعطي المريض اميونوجلوبين وبنعمل له تبديل للبلازما. الأذية الرئوية الحادة بعد نقل الدم ترالي. يا جماعة ترالي هي وزمة رئة، ترالي هي وزمة رئة، شايفين وين أنا بحط إيدي؟ عن اختلاطات فرط الحجم. لكن الترالي هي ما ناجمة عن نقل الدم بكميات كبيرة. المريض ما ضروري يكون عنده قصور قلب، المريض ما ضروري يكون مسن، هي عبارة عن أذية رئوية مثل وزمة الرئة، يعني نسمع خراخ الرطبة، المريض بصير عنده زلة تنفسية، تمام؟ صوت الصدر بتكون ارتشاحات مثل وزمة الرئة تماماً، لكن ما يفرط حجم، يعني نعمل إيكو قلب نلاقي مريض طبيعي. غالباً نادرة جداً، هي جداً جداً ولكنها مميتة، ولكنها مميتة. فننتبه صار عند المريض قصور تنفسي ندعمه بشكل تنفسي، ممكن حتى ننببه ونحطه على المنفسة. داء الطعم ضد المضيف ايضا حالة نادرة جدا جدا جدا، عبارة عن رفض الدم بسبب عدم توافق المعقدات النسيجية بين دم المريض ودم المنقول له، فبصير عندنا رفض بالجسم، ما هو مثل الارتكاز التحسسي، لكن بصير في عندنا وضاد، ارتفاع بانزيمات الكبد، ممكن يصير في عندنا شوية شري طفح على حكة. وهون ممكن نستخدم الكريات الحمر المشععة، كريات حمر معرضة للإشعاع. مرض من الخباسات الدموية مهم جدا جدا جدا، اضطرابات الخلايا البلازمية، اضطرابات الخلايا البلازمية. شايفين هذا المخطط، هذا بدي تحفظوا لي اياه عن ظهر قلب، هاي الالبومين الفا 1 الفا 2 بيتا وجاما، هذا الاخضر هو الطبيعي، شايفين الاخضر هو الطبيعي، بس شفنا الالبومين والجلوبيولين تقريبا بنفس المسافه شكل حرف ام، شايفين ام شكل حرف ام، بيكون عادة الجلوبيولين مناعي أو التوتال بروتين عندنا مرتفع، الألبومين ناقص شوي، والجلوبيولين المناعي الجمة يعني جلوبيولين مناعي بيكون مرتفع، منشك بهاي اضطراب الخلايا البلازمية. عندنا نوع من أنواع اضطرابات الخلايا البلازمية ترتفع فيها الجمة جلوبيولين، تمام، المنتجة بواسطة الخلايا البلازمية، لكن بتكون ما لها أي أهمية سريرية، تمام، ما لها أي مظاهر سريرية، تكتشف بالصدفة، شائعة جدا جدا، ممكن نشوفها 3% عند مرضى فوق 70 سنة، تمام. ميغوس، ميغوس حكي مثلا، ميغوس، ميغوس، نعم، ميغوس، ام جي يو اس، تماما. ما في عندنا آفات حالة بالعظم، ما في عندنا قصور كلوي، ما في عندنا فقر دم، ما في عندنا ارتفاع كالسيوم، لك ايش في عندنا؟ عنا يا جماعة هل ام عنا هجوين مناعي المرتفع، تمام. اذا بزلنا النقي بنلاقي الخلايا البلازمية مرتفعة لكن بتكون دائما اقل من 10%. طب ايش اهميتها هي؟ بس هيك بالصدفة يعني حللنا تحليل طلع معنا هيك، ما بتكون عندها اي اعراض المريضة، اي اعراض المريض، فجأة بنكتشفه بالصدفة. طيب له اهمية؟ ما له اهمية الا انه ممكن يتطور ل نقيوم متعدد، ممكن ولكن نادر، علاج ما له علاج، اذا لا له اعراض ولا له علاج بنكشفه بالصدفه، تمام. النقيوم المتعدد في افات حاله العظم، طلع العظم بنلاقي العظم فيه افات حاله، يعني خاصه بالجمجمه او بالعظام الطويله بنلاقي كسور، احيانا كسور خاصه بالفقرات، قصور كلوي وفقر دم وارتفاع بالكالسيوم. رجاء انتبهوا على ارتفاع الكالسيوم اثناء الحالات السريريه والتحاليل. نسبه الخلايا البلازميه هون بالنقي بتكون اكثر من 10% حتى تكون مميزه. اذا عملنا رحلان بروتينات للبول او للدم بنلاقي الجاما جلوبين عالي، شايفين
الاي جي جي. المعالجه معالجه النقيوم المتعدد اذا مرضى صغار اكثر من اقل من 70 سنه او اقل من 65 سنه نعمل لهم زرع نقي عظم ذاتي تمام، ولبين ما نزرع لهم النقي نحطهم على تالديوميد مع الدكسا ميتازون. الليندلوميد هو دواء جديد مثل التاليدوميد. المرضى الكبار بالعمر اللي ما راح نزرع لهم النقي نعطيهم ديكساميتازون مع تاليدوميد. ارتفاع الكالسيوم بالنقيوم متعدد نعطيه إماها كثير، مو كويس ارتفاع الكالسيوم، عملنا قصر بالكيو تي ممكن يسبب لنا مشاكل كبيرة. إماها شديدة، سوائل ملحية، مدرات العروة، ممكن نعطي البايفوسفونات أو مثل الباميدرونات. مين بيعرف شباب التاليدوميد ايش بيعمل؟ ايش تأثيراته على الجنين؟ وعلى الأم؟ بدون أطراف يمكن نداوي الأطراف الفقري تمام؟ أطراف الفقري على الإنسان ايش بيعمل؟ يعني على الوليد بيعملنا ايش؟ بيعملنا الفقمية. على الإنسان شو بيعمل؟ تشمع كبد؟ لا بيعمل خسار، بيعمل خسار. هدول المرضى ممكن نحطهم على وارفارين بشكل وقائي، مرضى الـ MM اللي عم ياخذوا تاليدوميد. اشيع لم اشيع الاورام الدمويه الخبيثه هو لمفوما لا هوتشكن، لمفوما لا هوتشكن اللي تقريبا حوالي 70%. اما لمفوما هوتشكن اللي هي الاساسيه الكلاسيكيه هي ما شائعه 10%، وانذارها هي جيد تكون عاده. لمفوما هوتشكن انذارها جيد لكن ما شائعه. الاشياء هو لمفوما لا هوتشكن، اعمار عاده بين 20 ل 40 سنه، مظاهر سريريه اثنين تمصر، في عندنا ضخامه تعقد لمفيه متعدده عاده تكون سطحيه او عميقه، لكن الرقبيه شائعه جدا بنشوفها بالرقبه مسوسه غير مؤلمة، هي مميزة لها كثير مهمة، ما بتلتصق بالجلد، مطاطية مرينة بالجس مطاطية تمام. بتميز اللمفومات بالأعراض البنيوية، الأعراض B بنسميها، بس نصنف مريض لمفوما هوتشكين بنقول أعراض A أو B. بس شفنا أعراض B اللي بتدل على أنذار سيء اللي هي التعرق الليلي والحمى ونقص الوزن، انتبهوا لما بتقاربوا اللمفومات بهي الأعراض B. تشخيص المؤكد بنروح نخزع العقدة اللمفاوية. بلمفوما هوتشكين، هوتشكين يعني كلاسيكي، بنلاقي الخلية هاي اللي مثل شكل البومة، عين البومة، بسموها خلية ريد ستيرنبرغ، مميزة جدا للمفوما هوتشكين تمام. لا هوتشكين ما بيطلع معنا. شو حصل؟ طيب بهمني نعرف الاستاجات او تصنيف اللمفومات. متوقع هي كلياتكم تعرفوها، تصنيف اخذناها كثير بالجامعه. اذا عقده لمفاويه وحيده سميناها ستيج 1 تمام. اذا في عندنا عقد لمفاويه متعدده لكن فوق الحجاب الحاجز، كلها فوق الحجاب الحاجز، سميناها ستيج 2. اذا فوق الحجاب وتحت الحجاب سميناها ستيج 3. بس صار في عندنا ضخامة طحالية أو ضخامة كبدية مع هدول الضخامات العقدية فبسميناها ستيج 4. وهون بنحط لها الستيجات، بنحط لها A أو B حسب وجود الأعراض البنيوية اللي حكيناها، التعرق والحمى ونقص الوزن. راح أفرض أعطيكم مثال، مريض عنده ضخامة طحال مع ضخامة عقدة لمفاوية رقبية، إيش هو ستيج مع أعراض بنيوية؟ رابع ب 4 ب تمام. مريض عنده ضخامه عقد لمفاويه بالرقبه وضخامه عقد لمفاويه حول الابهر بدون اعراض بنيويه 3 3a اللي 3a تمام، لانه بدون اعراض بنيويه. طيب تعالوا نشوف العلاجات. العلاجات مجموعه باختصارات سهله ونكمل اختصار نعرفها. بلمفوما هوتشكين بكل المراحل، بأي مرحلة نكتشف فيها لازم نعالج. هوتشكين انذاره كتير جيد فعلاج كتير مهم نعالجه. أنا عدة يعني شفت اثنين من رفقاتي بالجامعة معنا، كان واحد أكبر مني وواحد بعمري،
صار معه لمفوما هوتشكين والحمد لله شفي تماما والآن هو يمارس حياته الطبيعية. علاجه كيماوي وشعاعي. شعاعي ما ضروري لكل المرضى إلا إذا بقي شوية عقد. الكيماوي مجموعة بأبيفيدي أدريامايسين بليومايسين فينبلاستين وداكرا بازين داكرا بازين أبيفيدي تمام. كيماوي أبيفيدي بكل مراحل. وين مكتشفنا المرحلة نعالج بهاي العلاجات. اللي بيختلف حسب المرحلة هو صراحة العلاج الشعاعي ومدة العلاج. ممكن مدة العلاج نقصر أو نطول فيها صراحة. يعني هاي شغلة تخصصية ما لنا فيها. العلاج في لمفوما لاهوتشكين بالأولى والثانية مرحلة الأولى والثانية العلاج شعاعي فقط تمام. نزار لاهوتشكين أسوأ. بالكيماوي نعالج بالثلاثة والأربعة مجموعين بكلمة R tube ريتوكسيماب سيكلوفوسفامايد هيدروكسي دونوربسين أو دوكسوروبسين أدريامايسين. يعني هذا الدواء مختلط مع بعضه. الأونكوفين اللي هو فينكرسين اسم التجاري تبعه والبريدنيزون. إذن شباب يعني هذا بدون حفظ ABVD وR tube. انتبه بهوتشكين كل المراحل منعالجه بنفس الشيء كيماوي زائد ناقص شعاعي. بلا هوتشكين اول مرحلتين شعاعي وثاني مرحلتين كيماوي. والله يعطيكم الف عافيه وسامحونا على الاطاله.